بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. إله سبحانه وتعالى ولي وحوين أوهد لي قضايح دي قضايح دي هي عناد في هرب بنو إسرائيل يهودها آيضا هذا ينوه الرئيس عاشر كينا وحيك هذا لي بابين شبه إفافين جرين يهودة شبه هذا سوكس عبسا وحيده جرين النبو حنكس عنا شدكي النبي إبراهيم شدكي النبي إبراهيم أي أنكس عنا أيده جرين ويقول حديث جرين النبي إبراهيم سجى نفتي سوء يعني وحوها إنه نقصر سناء إليه هنا وجدك يهودا يكس علي إنه نجدك سينكس عنا ولذلك كوى النصارى ذا يقول السلاس وكل يده جرين أو حديث جرين نصارى ذا يقول نجدك النبي إبراهيم أي أنكس عنا وكإله سبحانه وتعالى ده ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما نبي إبراهيم يهودنا ما هين نصارنا ما هين وحوها مد إلهي سبيبي إلهي أهوغان سمي سبحانه وتعالى مركز شبه هذا مركز إفافيان يهود وإليه ينجدك نبي إبراهيم أيانا نو كس عنا إلهي سبحانه وتعالى آيادهن أي سود جيي آيادهن نوح الله قد تلقى لي إن لقيحه أولا عدايه نبي إبراهيم محوها تدك نبي إبراهيم وكس علي جدكي أهاي مركو حوية ونبذة يسيرة من سيرة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتاريخ يرأي كوبا وإله الدور آيادود وغا تاريخين آيو سيدو أهاجري النبي إبراهيم سي مركو جدكو واضح النقضة وقف دنبي ونبي الله إبراهيم كبان أبو رسل وآيو وإذ وقت حسوستا ابتلى إبراهيم نبي إبراهيم وامتحاني ربه ربيجيس بكلمات أريأك امتحاني دور أري أيالوس وجيدي إنه كل رقمه أوفليه فأتم نبي إبراهيم وطامي عليهن كلماتك كلماتك اللي هو امتحاني امتحانك يعني بقولك وبقول أي كلماتك فليه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى وفي نوشيقي نبي الله إبراهيم إن الله امتحاني ابتلاها يعني وحكسة السنية هاي نبي الله إبراهيم وحلو امتحاني كلمات كلمات كان مركة أولى جيدة لقلية هاي ففاصير فربضا أي كجر علماء مفسرين تقاركوا بحيليهن كلمات كاسو حلو الجيدة الختان وغص وحلق الشارب يوحى لولجه ذا مناسك الحج يقورعي لامري ويلكي سينو قورعون نبي الله إبراهيم أرمها سال لولجه ذا لكن تفسير كأقول راجح سنة علماء المفسرين في الشيغان وحوي إن لولجه ذا التكاليف الشرعية بأسرها تكاليف تورن لقو امتحاني نبي الله إبراهيم إن لولجه ذا وحقارة أن لولجه ذا marka waxa la cabiray takaaliifti sharciiga ahayd ayaa waxa laga cabiray bikelimaat kelimaadu ilaahi ku imtixaan kelimaadkaas marka waxa loo jeedaa al awamir wal nawahi wax la faray iyo wax laga nahiyay nabi ilaahi ibraahim waxaasna sameey la yiri iyo wax nawahi oo laga reebo la yiri waxa hay suu dhawaanin ha sameeyni marka waxay kamid tahay wa min baabi tasmiyati shay'i bi muqaddamatihi shaygii lagu magacaabay مقدمات في سفر دعيسي محايا لكلمات هو مقدمة للأوامر والنواهي أوامر تأيي النواهي ده. انت يعني وحيالها لقع عبره محايهن وإريه إريه أوامر تأيي النواهي ده وحال لقع عبره كلمات مركوا من باب تسمية الشيء بمقدماته كلمات هو حي هردع ويهين أمر ردي وحي تسال ويهين نواهي دي مركوا حلو لجي ذا تكاليف وحيال الأمرين نبي الله إبراهيم iyo xiyaala laga reebay takaaliifta asa lagu imtixaanay nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam waxyaalaha takaaliifta ugu weynaa waxa kamid ahaa in maragtaa ay leeyiri wiilkaagi goora
wiilkaagii gowrac ayaa la yidhi iyadoo la fiirinayo nabiyullaahi ibraahim, bal waxa isagu naftiisu ay jeceshahay iyo waxa ilaahay uu rabo midda uu hormarinayo, taasaa la fiirin. Yacni waa imtixaan weyn wey. Waa wiil intaasoo sano ilaahay uu ka baryaayey oo isagoo da'ah oo gaboobay ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala, ayaa waxaa la yidhi wiilkaaga gowrac. Nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ma daahin, islamarkiiba si degdeg uu amarkii ilaahay u qaatay, wuxuu isku dayey inuu amarkii fuliyo oo yacni wiilkiisii uu gowraco. Markaasaa waxaa loogu bedelay, yacni neefaa loogu bedelay, oo waxaa la yidhi walba imtixaana lagaa qaaday, waa imtixaana lagaa qaadayay, imtixaankiina waad ku baastay oo boqolkiiba boqol aad keentay. sidaasaa marka nabiyullaahi ibraahim yacni ka mid ahaa waxyaalaha lagu imtixaanay. Waxaa kaloo ka mid ahaa in dab lagu riday oo qoomkiisu ay dab ku tuureen, dabay ku tuureen, yacni dab ay shidayeen intaasoo sano oo ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan nabiyullaahi ibraahim. Dabkii ku tuureen, dabkii markay ku tuureen, nabiyullaahi ibraahim saabiruu noqday, qadahaasi qadarta ilaahay ku dhacday uu ku sabray. qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahim, naartii amar la siiyey oo la yidhi yacni ha fulinin waxa qoomkana ay kaa rabaan, ee fuli waxa ilaahay kaa rabo, waa inaadan gubin nabi ibraahim, gaaladu waxay kaa damacsan yihiin, joojiyaali, laakiin amarka ilaahay ku soco oo qabow u noqo, nabadgeli nabiyullaahi ibraahim. Marka waa imtixaanaadka ugu waaweynaa, mar in la yidhi yacni wiilkaaga gowrac, mar in ilaahay dartiis dab loogu tuuray, takaaliiftaasaa lagu imtixaanay nabiyullaahi ibraahim. marka ibtilahana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugu dan leeyahay inuu ku dallacsiiyo oo maraatibtiisa yacni maraatib waaweyn uu ku gaarsiiyo nabiyullaahi ibraahim. maxaa yeelay waxaa la yidhaahaa alminxa bacda almixna, alminxa siin marka wax lagu siihayo, ilaahay uu wax ku siinayo, bacda almixna waa markii hore in lagu imtixaano oo shadaa'id iyo rafaad iyo dhibaatooyin aada soo marto, markaa kabacdi minxa timaadaa, alminxa bacda almixna. minxa waxay timaadaa in wax lagu siiyo oo ilaahay deeq uu ku siiyo, maraatib qaali ilaahay uu ku gaarsiiyo, waxay imaanee bacda almixna, mixna markaad soo martid oo dhibaatooyin aada kusoo martid oo imtixaanka aada ku baastid, markaasay imaanee. walidaalika waxa weeye imaam ma jirin ilaa nabi ma jirin, rasuul ma jirin, imtixaankaasaa la soo martiyey shadaa'id. rasuulshan ilaahay dallacsiiyey oo maraatibta waaweyn ilaahay uu gaarsiiyey oo qaaliga ah, kulligood waxaa la soo martiyey imtixaanaad ad adag. markaas kabacdiyaa ilaahay uu doortay subxaanahu watacaala. markaa kabacdiyaa waxaa yimid watakhada allaahu ibraahiima khaliila, nabiyullaahi ibraahim ilaahay wuxuu ka samaystay subxaanahu watacaala wadaayuu ilaahay ka dhigtay, martabadaasuu gaaray. waid waqti xusuusta ibtalaa ibraahiima nabi ibraahim rabbuhu rabbigiis uu imtixaanay bikelimaatin erayoh uu ku imtixaanay fa atammahunna, kelimaadkaasna uu taam yeelay nabi ibraahim. markii imtixaankii uu ku guulaystay siiri marka waxaa timid minxa, timid alminxa bacda almixna, siismadiiyaa timid iyo darajaadkii. qaala ilaahay wuxuu yidhi innii anugu jaaciluka linnaasi, dadka waxaan kaaga yeeli nabiyullaahi ibraahiimow imaaman, imaam lagu daydo ayaan dadka kaaga dhiga, fi diin wafi tawxiid, diinta tawxiidka lagaaga daydo ayaan rabaa imaam diineed inaan kaa dhigo. ee qofku hadduu diintii dhammaa isaga ilaahayba uu aaminay oo imaam diineed ilaahay uu ka dhigay, adduunyadiina waxay taabic u tahay diintaasay raaci, diintaasay taabic u tahay oo raaci. marka waa imaam yacni imaamu dunyaa waalaakhira ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu u doortay nabiyullaahi ibraahim. qaala ilaahay wuxuu yidhi markii imtixaanka uu ku guulaystay nabi ibraahim innii anigu jaaciluka linnaasi, dadka waxaan kaaga yeeli imaaman, imaam lagu daydo oo xagga diinta lagaaga daydo ayaan dadka dhan kaaga dhigi. qaala wuxuu yidhi markaas nabi ibraahim wa min duriyatii, ilaahu caruurtaydana a'immatan, imaamyaalo ka dhiga iyagana. yacni darajadan in aniga la iga daydo diinta oo diinta anigu aan hogaamiyo, ilaahu darajada caruurtaydana sii oo caruurtayda iyagana a'imma ka dhig. qaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala laa yanaalu cahdii, aniga ballankayga bil imaamati, imaamnimada aan dadka kula ballamo, adaalimiina daalimiinta ma gaaro. qofkaan imaamka ka dhiganayo adiga marka yacni lagu leeyahay nabiyullaahi ibraahiimow innii jaaciluka linnaasi imaaman, goormay timid? waxay timid wa idibtalaa ibraahiima rabbuhu bikelimaat, markii lagu ibtileeyey dhibaatooyin waaweynaad soo martay
والو امتحاني شدائية سومرتي مركز كبعد مركي إلهي سبحانه وتعالى إتلاه أكسومرتي كبعد يا وحيمد إني جاعلك للناس إماما مركع عرورتا وحوية هذي ظالمين وحي أهو عرورتا هذا إمام النمو يعني إلهي وحوليه كي يلم مايو أي من كبق مايو وحي ظالمة هل كاس مركع آيات وحلقه قادي يعني قف إلهي دورتي وإلهي إمام دينيد بقو كبقي يعني شروط دي سوى حاكم ذا إنه يهي قف أوامرت إلهي فوليي وإلهي وكرر لنا قد سبحانه وتعالى أما قف ظالمة من نقن آيو إمام دينيد نقن مايو مرك إلهي سبحانه وتعالى مفسرين توحيليهين لا ينال عهد الظالمين إلهي مركو يربلن كي إمام نمدى أندس قلب اللمي ظالمين قاري ما يه مرك اللي يري يعني وإشارة إلى أنه يكون من ذريته الظالم وحال كاس إلهي كو إشارة عرورة النبي إبراهيم إنه يكمد نقن دونان كو الظالمين إيكو جيري دونان وإما أن نقدون وظالمين إيكمد نقن دونان محايا لإلهي سبحانه وتعالى وحليه وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين يعني ذريته دي وحكم ابن قضي نبي الله إبراهيم يذريته دي إسحاق ظالم حكم ابن قضي محسن وحكم ابن قضي لذلك مرك إلهي سبحانه وتعالى مرك إليه لا ينال عهد الظالمين بل أنك إمام لماذا أنذتك كلب الله مجارة الظالمين تمرك إليه وإشارة إلى أنه يكون من أولاده الظالم عرورة النبي الله إبراهيم إنه يكمد نغندونان كوى الظالمين وإمدى أن الله أقلين وإمام نمدى أن الله أقلين سيد إلهي أوليه يعني وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ذريته روح كمد نغضي روح محسن والنبي النغضي والرسول النغضي محايل النبي النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذرية إبراهيم وخير خلق الله كوى الظالمين هنا ويكمد نغدان وإله سبحانه وتعالى جدك ذي عن مرين جدك ذي عن مرين قال إلهي وحير لا ينال عهدي أن يقبل كيق بالإمامة إمام نماء أن تذكر قرب اللهمه الظالمين كوى الظالمين تأهمقهاره وإذ وقت حسوسك جعلنا أن كيالني البيت قريقي أن كبقني يعني بيتك سحل لجيدا كعبدا بيت الحرام وإذ وقت حسوسك جعلنا البيت بيت في قرية إلهي أن كدقني مصابة لا الله بشو أنو قدقني للناس ذاتك أنو لا الله بشو قدقني وأمنا آمن أن ذاتك قدقني إلهي سبحانه وتعالى وليو حكوك الجراء إن العدايو أو لتوضيحيو جدك وكسع لي نبي الله إبراهيم إلهي مركب حينوشي سبحانه وتعالى قرية أولو رجي ذو كعبدي إلهي وحوليه وحن كدقني مصابة كدقني مصابة يعني والرجوع كرة بعد كرة ودور قور ماشا إن يعني الله لا أفتاه حلو لجي ذا مصابة ويعني بيك كلئة وكعبة قفك مرهد دي أي شكته وإلهي بماشا أوجيه قلبي إذا كذول ميش إني كنت أغنتها كعبة قفك وحي وجعلانا مروى البابا إنه أصول الله أفتاه إنت عمري جيسا كلمة كما قنع أيها المركلي إنه أفتاه يعني وحي كمتا هاي خواص إلهي بيك كاس أوسيي أي كمتا قف والبو تقه وحكسي قادئون يعني رقبو إيو جعيل وسيجع لانا يبيتك إلهي إلا ويسيره مركلة هدنا كلابو مركلة كلابو إلا عمري بيسا مركلة قفه وقدم يساني والنعمة إلهي وقارسي بيتك إلهي وكرامي وإذ وقت حسوسك جعلنا البيت بيتك أن كدقني مصابة لالابشو للناس ذاتك لالابشو أن وقدقني وأمنا آمنا أن كدقني ولذا حتى بيتك وحياله دين النبي الله إبراهيم وكتفي أنت بدل مركي حتى جزيرة العرب يكبى بأن لغنك دينته يكبى بأن أنت النبي الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وحيالها كبى قن غضي ومن بقايا ملة إبراهيم وحكم لها حجك بيتك اللي حجنا هي الضواف كات بيتك إلهي للضواف وهلك شيء كبى قن غضي مركي شرائع دي من الذي النبي الله إبراهيم يعني ذاتكو أي بابيين أو أي هلمامين أي اللومين وحسوها ريك عبد الدواف كيدي وإي احترامي جيران إيه وقالا حتى لأنه هو إلهي يري وإذ جعلنا البيت مصابة للناس وأمنا ذاتكو إلهي جعله سبحانه وتعالى وحيالا حتى حشمد وحيالاه قارتين وحكم لها وحيديه جيران يعني ذاتكا نقع السني بيتك إلهي كل دواف مين ذاتكو إلهي جيران
يعني دنع وخلديهن لكن وحا كم مغضوا احترام وخلديهن مركي لينا نو قاونا دوافنا ودر أن كعاسنة كعبادة كدواف منه لكن وحا كم مغضوا نوع احترام أو بيتك إلهي أي حشمينا يا وأمننا نكدقني آمن إلهي وكدق سبحانه وتعالى قلوب تدفق إلهي بيتك السعليشي حتى حلق إيقو قالا به صدوق قدله هدو بيتك قالا أو كعبادة أو كقالا الباب في كسو جيره وحيلين بيتك إلهي ومقنك بيتك إلهي ديك الدادين مينو هي بدأ سإلهي دك أوي علي واتخذوا كسميستا من مقام إبراهيم نبي إبراهيم مكان إستاقي سميشي ولغها ساري مصلا مكان لقد كدوه كسميستا مصلا مكان الدكشو كسميستا نبي الله إبراهيم ابتليه امتحان كيف رهبضنا مركو صومري كبعدي وحيالها إلهي قاسي وحاكمي ذا ماشي وكو إستاغي مركو كعبة لساعي بقيحي وكو إستاغي إلا كعبة مركي لبسبة دربي قيدو وصير ديران فبكي مركو مقاري بقوحو مركو كو إستاغي سو كعبة أقارو نبي الله إبراهيم بقحاس وكو إستاغي أي إلهي قدرديس وحد ساميي عقه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبدي عقود أو نبي الله إبراهيم أي سيدي وحربي حين نقضي الديقة اللي هو كويستاغو كلا مال ديقة قفك دو كويستاغو عقيسا كصور ماي لقي حيا إلهي وحكرني مال ديقة وكلا مركاته حكو صور ماي عقيه النبي الله إبراهيم إلى يومنا هذا وفاقي وقفك هدو كعبد إلهي وطاقه وحكو أركي يعني عقيه النبي الله إبراهيم ولقي حيا يعني كصورا أيو أركي وصيدي الديقة يعني وكلا ونقضي وإلهي لقي حيا وجلعي أيو أركي marka waxa la sameeyay dalawayna lagu xiray si dadku ay sanu baabiin aasaartaas iyo raadkaas ay sanu baabiin dalawayna lagu xiray dhaladaas laga fiirsada maqam ibraahim alayhi maqam ibraahim ayaa lira aasaartiisa ilaahi subhanahu wa ta'ala u baaqiyay nabiyullah ibraahim yaani sida ilaahi markuu imtixaankaas uu ku guuleystay ilaahi wuxuu amaal uga dhigay aasaartii raadadkii ka tagay ila qiyaam saac in ilaahi u baaqiyay waxyaalaha kale oo ilaahi ku karaamay waxa kamid ah nabiyullah ibraahim إن مشاعس لبدي سعقود يعني يكوي ألان إن لجدي جاي مصلّن ما لقيت كده ولذلك وحصلنا فوق مركب الدواف كصوص مايو مقام إبراهيم قداش يسأله كت كده لور رجعه اللي راهو رجعة الدواف اللي راه يعني سنة رجعة الدواف أو الدواف كاس يعني لبدي رجعه إشكالها سنة دي شيء مقام إبراهيم قداش يسأله كت كنايا فوق مركب تجوا الحريابي إلهي الرغبة المحبة إلهي أوسيه النبي الله إبراهيم oo waliba maqaamkiisa dadka Ilaahay u jecelaysiiyay waxa halkii dadka iyagoo ku kala tartamayo oo isku garbinaayo qof walba inuu isleeyahay maqaam Ibraahim gadaashiisa la heli labadii ragco oo ku tuka masajidka ballaran oo weyn dadkii ma rabaan maadaama sunna ay tahay meeshan in lagu tukado Ilaahay uu amray subhanahu wa ta'ala marka meeshaas isku jiirayaan ila aadan ka helin hal meel aad ku tukato laba ragco maxabada Ilaahay subhanahu wa ta'ala u geliyay Nabii Ilaahay Ibraahim dadka واتخذوا كسميستا من مقام إبراهيم نبي الله إبراهيم مكان كي وكو إشتاغي مصلا مكان دكت كسميستا ما اللي قلت كده وعهدنا وانلب اللني إلى إبراهيم وإسماعيل نبي إبراهيم إسماعيل وانلب اللني يري إله يري محال ولب اللني أن ظهر ظهر والنظيفية حسا ومعنا أركتلا إيا معنا هامبا كن نظيفية بيتية قريقا نظيفية وكعبدا لرجيدا يعني حس أهان ولا نديفنا حس أهان وحلون نديفنا وحيالها أصنام تماشى أول لجريء إن لقب عبيه هي إن مركتها واستخذ هي نجاسات كل جزوليه حسا ومعنى بساطة الله نديفنا وعبادة إن لقوا عمره عبادة إن لقوا عمره أصنام تماشى تعالى لقب عبيه واستخذ لقب هذا نجاسات كل لقب هذا وعهدنا وان بلنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ظهرا نظيفية بيتية قريقة للضائفين كوة ضوافية هي والعاكفين كوة ماشا كنك ويساق اعتكافية كوة عبادية سنية هي والركع كوة ركوع سن النظيفية كوة السجود هدنا السجود سن يعني إلهي سبحانه وتعالى وحو خادم أقربك النبي الله إبراهيم هي ويل كيسي إسماعيل هنا أديقان بيتك إلهي أي خادم النغضان بيتك إلهي وحلير النظيفية ذاتك دوافية ذاتك كو اعتكافية ذاتك كو ركوع سن كو كو سجود سن ونظيفية بيتك إلهي مركة آية دا وحي كفامسين يعني قريها إلهي مساجد إلهي أولا قرشق إيوه أولا نظيفيه
oo hawshooda loo istaago inay ka mid tahay yacni wadiifatu lambiya inay tahay, bal xataa inay tahay wadiifatu khaliili raxmaan, qofkii nabiga ilaahay uu khaliilkiisa ka dhigtay oo wadaagiisa uu ka dhigtay xirfadiisa inay tahay. Marka qof ilaahay uu doortay unbuu ilaahay u dhiibaa, yacni khidmada masaajidda iyo guryaha ilaahay oo loo khidmeeyo. Waid waqti xasuusta haddana, qaala ibraahiimu, nabiyullaahi ibraahiim uu yidhi, rabbi yaa rabbi rabbigaygiiw, ijcal haadaa kan ka dhig, baladan waa magaalada maka almukarama markaa la tilmaamay, ilaahu midkan balad ka dhig, baladkaasoo aaminan aamina, warzuq ahlahu baladkan ahalkiisana ilaahu irzaaq, min athamaraati miraha xaggooda ilaahu ka irzaaq. Nabiyullaahi ibraahiim markii magaalada maka uu yimid waa duceeyey, baladkii u duceeyey, baladkiina waa u duceeyey, ahalkii deganaana wuu duceeyey oo wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahiim, ilaahu baladkan maka waxaad ka dhigtaa balad aamin ah. Ducadii nabiyullaahi ibraahiim ilaahay uu aqbalay subxaanahu wa tacaala, ilaa xataa dadka gaalada quluubtooda ilaahay uu ku weynaysiiyo, yacni masjidul xaraam iyo xaramka guud ahaanba, maxaa yeele xaramka iyo masjidka waxaa weyn xaramkaa ballaaran. Xaramka qofka hadduu soo galo xataa gaalada way xushmayn jireen, waa qadarin jireen qofkii xaramka uu soo galo. Aamina ilaahay ka dhigay, kabacdina haddee amnigii waaba la sii ballaariyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kusii ballaariyey xataa shimbirihii soo gala xaramkaas inay xaaraan tahay in la ugaarto. Geedkii ka dhasha bal yacni ruux bini aadam iska dhaafi naflay iska dhaafi geedkii ka dhasha inuu aamin yahay, oon la goyn karin xataa ay xaaraan. Qofkii gooyana fidya laga rabo, qofkii gooyo in fidya laga rabo, qofkii taabto geedihii aan la ammaan geliyey, shimbirihii aan la taaban karin ku noolaa oo xaaraan tahay. Waxaad arki hadda markaad tagtid yacni masjidul xaraam, waxyaalaha cajaayibkiisa waxaad ku arki shimbiro fara badan oo kumanaan gaaraya. Maxaa yeelay shimbirihii markay arkeen meeshan inaan far la saaray, ilaa ninkii far saara sidiyaa ku laasimaysa, sidiyaa ku laasimaysa shimbir xaramkaas ba yacni timid oo soo gashay xuduudul xaram, qofkii saasa sidiyaa ku laasimaysa. Shimbirihii markay arkeen inaan meeshii lagu taabanayn waa ku bateen, farihii ka bateen. Markaasa waxaad arki lugahaaga agteedii marahayaan, madaxaaga agtiisay marayaan, leannahu qof walba waa ka baqay shimbirtaa, ma taaban karto dabeecaddii iyaguna la qabsadeen. marka waa balad ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa u xushmeeyey oo ducadii nabiyullaahi ibraahiim ay ku dhacday. waid waqti xasuusta qaala ibraahiimu, ibraahiim uu yidhi, rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow, ijcal haadaa kan baladan ka dhig, baladkaasoo aaminan aamin ah, warzuq ahlahu ilaahu baladkan ahalkiisana min athamaraati miraha xaggooda ilaahu wuxuu uga irsaaq. ahalkiina wuxuu ugu duceeyey dadkii deganaa magaalada maka in baladkan ilaahay miraha uu ku irsaaqo. maxaa yeelay miraha ilaahu ku irsaaqo wuxuu u leeyahay nabiyullaahi ibraahiim, wuxuu arkay nabiyullaahi ibraahim baladkan inuusan ahayn yacni balad yacni ziraacda ay ka baxdo oo zarciga yacni xamili kara inuusan ahayn, waa dhul dhagaxley ah, meel wax ka baxaan malahan, hal beer malahan. magaalada maka ilaa yoomina haada waa sidaas, dhul beereley ma aha, waa dhul dhagaxley ah. marka wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiistay miraha adduunka ka baxa in meeshan yacni laysugu keeno oo futuuxaadkaas baladkan ilaahay ugu furo. ilaa yoomina haada waxaad arki magaalada maka markaad ku soo hiiraysatid subaxa hore meel beera kuma taallo, haddana waxaad arki khudaarta adduunka meesha ugu sar xaggaysa ka baxda subaxi iyadoo dari ah oo qoyan ayaad miisaska ku arkay oo la soo saaray. goor baa la keenay, yaa u fududeeyey? ilaahay qudradii subxaana wa tacaala. khudaartii oo dariya oo hadda cusub oo geedkii in laga soo gooyay aad u malaynaysa ayaa adduunka meel walba looga soo gelina. warzuq ahlahu ahalkiisa ilaahu ku irsaaq, min athamaraati miraha xaggooda ilaahu ku irsaaq ahalkan. man qof ilaahu ku irsaaq, waxaan ka bedelnay ahlahu, ahlahudaasaa laga bedelay. warzuq ahlahu irsaaq min athamaraat, man ilaahu irsaaq, ruux ilaahu miraha ku irsaaq, ruuxaasoo aamana rumeeyey, ruuxaasoo minhum ahalkayga ka mid a, billaahi ilaahay rumeeyey, walyowmi maalintiina rumeeyey, yoomkaasoo alaakhiri dambe. oo nabiyullaahi ibraahiim wuxuu leeyahay markuu ducadii wuxuu ku soo daray, irsaaqada ilaahu waxaad ku khaasiyeeshaa ahalkayga kuwa mu'miniinta ah, kuwa mu'miniinta ahalka baladka degan kuwa mu'miniinta ah ilaahu irsaaqada ku khaasiyeel samaraad. marka wuxuu nabiyullaahi ibraahiim saas u leeyahay, wuxuu xasuustaa ducadii markii hore waa laga celiyey oo waxaa la yidhi markuu yidhi wa min duriyatii, ilaahu ilmahaygana imaamyaal ka dhig. qaala laa yanaalu cahdi aldaalimiin, daalimiinta imaamnimo uma ogoli, yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala. wuxuu isleeyahay marka sidii oo kale ama ilaahay ku yidhi haddaad iska idlaaqdo oo yacni ahal unaad iska tiraahid
أمو إلهي يراه يعني كوا مؤمنين تبتان إرزاقه وقاله مركة تيو كباقي وحسوسين النبي الله إبراهيم مركة سوحر من آمن منهم بالله واليوم الآخر هو مؤمنين تإله إرزاق قال إلهي وحويري ومن وأرزق من قفنا وان إرزاق قف كاسو كفر قالوا بي فأمتعه من كاس كافر كا وأرحيل قليلا وقت ير انتو نولي هاي الدنيا إرزاقه كل بما يه يعني رزقي كمحر إيمان لكن إمام نمذ وحي كحر أنت على إمام في الدين وحي كحر أنت هاي تاسي إلهي سبحانه وتعالى جدك يسأل غطوص أما إرزاقه كمحر جدك إلهي والغطوص الله يعني إن الله يرزق الكافر كما يرزق المؤمن مؤمن كان إلهي وإرزاقه كافر إلهي وإرزاقه تاس وحوه كمحر توصنا شو كمحر رزقه قال إلهي وحوه ومن وارزق من قفنا وإرزاقه قف كاس وكفرق قالوا بي فأمتعه قف كاس قالوا بي ونرحين قليلا وحير ونرحين ثم مر كان وحير ونرحين قليل كوحلو لجي يعني مدة حياتي انتو نول يهي إرزاقه ده وانسينو لي يهي رزقه كمحر الدين كمحر ثم مر كاس كبعد مر كان وحير ونرحينه الضره وحن أدبا تقلنا إلى عذاب النار عذاب النار سن أدبا تقلن أو كوها المامي دونه نرشي بين بنت هذا الدنيا هذا الحديث وحكوسنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يري يعني وحلل إيمان يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ذلك الدنيا قفت أقول نعمة بضناء أو أقولهم كذا بضناء أو أقول راحة بضناء لكن أهل النار فيسبغ صبغة في النار هل مرة النار ثلاثين بنء ثم يقال له هل مرة بك نعيم قد ولقى النعمة مخصومت هي لليه هل مرة بك النار ثلاثين ولقى النعمة مخصومت هي لويدين مركز الحلية هي لا والله يا رب ولقى النعمة معنا نحن مركز النعيم كان سكة استقوا يعني قفوا وقبته إلهي وقفت المامة قليلة فأمتعه قليلة ووحية هذا نقفوا وقفوا المامة هل مرة النار ثلاثين بيبس ولقى سنة الدنيا الدمية سمه استقوا ثم مركز بعدي الضر هو حنول لبا تقل إلى عذاب النار النار عذاب كذا وبئس وحان باصل هذي المصير أهانشو ميل لو أهاضو ماشي أقوحن ميل المستقبل قف النغسة هوي النغسة ماشي أقوب باصل بضل والنار تاس مركز وحال ليه أن منك يهود هاي يعني وحال ليه هاي نبي الله إبراهيم جدكي تساس وعدا نبي إلهي سلي بي نبي الله امتحاني امتحانات في كل كسوة بحي إمام إلهي أكاركتي إلهي أدارتي أو أمرت إلهي سلاس أقول لك أنه قلائي وهاي حقيقة سوى قشينا لليه نبي وإذ وقت حسوسته يرفع إبراهيم نبي إبراهيم وكرء قادي القواعد أساسيالك وكرء قادي من البيت بيتك إلهي حقي سنة وكرء قادي أساسيالك ويرفع كتعلجي أما وحد كسفين قواعد القواعد وكرء إلهي قواعد أساسيالك من البيت بيتك إلهي كمده وإسماعيل إسماعيلنا هو يسقون قرؤ قادة أساسيال كبيتي إسماعيل وحنقعد فينا إبراهيم وإسماعيل نبي الله إسماعيل يسقون البيت كإلهي قرؤ قادة يعني ويدسعين أي قول الله يا ربنا ربك إني وتقبل منا نجا أقبل النجا محايل إنك أذوق أن تستمعه الله مقل بدنا تهاي ودعينا ودرس عتها ودنا مغلي ونديتن العليم الله علم بدنات هاي أحواش أن كسرنا هنا وأكتها إله نجا أقبل عمل كان يعني سمينه أو بناء البيت ولي إله يحيي وشك إن يقول له إبراهيم ما دام إن ممكن يهود إليهن جد كني يعني أنا وأن كسر عنه أي نبي الله إبراهيم نكسر عليه وجد كن نبي إبراهيم أن كسر عنه ما دام إليهن أي وحي إله إليه سبحانه وتعالى وحد حسوستان نقول الله إبراهيم يويل كيس إسماعيل وحي بدسائين بيت إلهي بيت إلهي دسيين كعبة دسيين أساس كعبة كرؤس وقاليين ولذلك وحوي كعبة نبي الله إبراهيم يا نبي الله إسماعيل أي دسي كبعد اسمه دي وحب باباي حلقي يعني قريش حلقي قريش أي معمولة يسي كعبة هي هذا كعبة يعني الداد وين وكويمت هي كعبة الدرب جدي وسلاس ودمي قريش هذا دسي قريش هي هذا دسي كعبة كبعد هذا نوال بشيء أو حلقي حجاج بن يوسف وكتلنا أي دول كان حرم وكتلنا أي مركزه هذا نوبس وباسمه هذا كعبده أي باقي خطه وباسمه حجاج حجاج بن يوسف الثقفي باسمه سوى هذا يكون باقي تمركز بدله صفرها بدن أي صوم مر كعبده
ربنا يا ربنا ربيني ويدهين تقبل منا إله نجا أقبل اسمه قلقة حيال إنك أذوق أنت السميع اللهم قلب الله تعالى عليم أحواشنا نكو علم بضن وحيدهين دعوين فربضان أخرستين دعوين فيها إلهي نوشيقي ربنا يا ربنا ربيني واجعلنا إله نجا مسلمين لك لما الروح كوه قان سنتي لك أذيك كوه قان سمي إله نجا ومن ذريتنا عرورتنا إله أمة أمة إله كذب أمة داسوا مسلمة لك أريك كوه قان سنتي مركي بيك إذا سيدي النبي إبراهيم النبي إسماعيل دعا في آخر السين كو حيويديسين إله نكا أقبل عمل كان أي قبتين لب حيويديسين وحدهان ربنا واجعلنا مسلمين لك إله لب الروح كوه قان سنتي أريك إله نكذب مركا مسلمين لك ويبه قان سنهين نحيليهن لب مسلم إله نكذب وأريك كوه قان سمي مركه وحي ولا جيدان يعني وزياده الاسلام وزياده الايمان وزياده الترقي عند الله اله مراتبتين ويني اي ولا جيدان مخايلي وادد هوغان سمي وابا انبياء الله وابا رسول الله ايغو رسول الله هي وحي ليهن اله لو مسلم نغد لو مسلم وابا يهين وابا كزي زياده يهين وابا رسول با لكن وحي ولا جيدان وزياده الاسلام والايمان والترقي عند الله islaamnimada iyo iimaannimada iyo darajooyinka agtaada ilaahu noo kordhiyo ula jeeda ilaahu noo ziyadi ay ula jeedaan waa ducada yaani tawaduc ay ka mid tahay ambiyada ilaahay hatta ducada way ku tawaduc jireen ayagoo muslimiina ilaahay u hoggaansan ayay wali xiyaa hadana ilaahu noo ziyadi wajnubni wa baniya an na'budal asnam oo kale wajnubni wa baniya an na'budal asnam ilaahu aniga iyo caruurteedaba naga fuge waa ducada nabi ibraahim an na'budal asnam ina asnam aabidna فسير النبي إبراهيم سيدا كدعى سناد أنا يعرور تيد الله نجفوا إلى السلام عبدنا سورة قال ما هي السلام عبدنا نبي الله إبراهيم وخليل الرحمن إلهي وضاطي لكن هو ربا مراتب تيد إله زيادة مراتب تيد إله إيزي زيادة أي ولا جيدة ومن ذريتنا إله عرور تيدنا أمة أمة إله كذب أمة داس مسلمة لك أديك كوه جان سنتي المهنة إله كذب أمة أديك قادة عدا وكوه جان سمي وأرنا إله نتوسي مناسكنا أعماشي أن كوغدوان لهين إله نتوس يعني مناسك وحلولة وجمع منسك منسك وحلول جمعي مناسك منسك وحلولة جدا وما يتقرب به إلى الله مناسك تفاصيل بدنا كجرة ولما المفسرين تقارو حليهين مناسك وحلولة جدا خصوص مناسك الحج إله حجك يعني وضوينك أن أمر لهين يسيد اللو حجيه إله النبر إلى اللو جدا وتفسير ومركا إن لغو خاصية لمناسك مناسك الحج تفسير لبادة جراء ودهية مناسك دو حلو لجدا كل ما يتقرب به إلى الله وحوال بو إله اللو لغو وادو ومركا سوحي ربان أيقو زيادة الترقي عند الله إلهي أكفي سدرجوينك أي كل يهين إن لو سيكر ديو مركا إنتي عبادتي السمايين أيوح إليهم وحكا لن نتص ونكوغو دوانو هدنا وحكا ليسيد البناية انتي اوامرت الهي وامري سبحانه وتعالى مأمورات في الهي امري ويسميه ويتاميه مركاسي هدنا وحيليهين كوكا لنفس هدنا وان الهي كوكو دوان هدنا عبادة كلا وارنا اله النفس مناسكنا اعماشهن ان كوكو دوان لهي اله النفس وتب علينا اله النقص وبد اقبل محايا لانك ادو انت تواب الله فبد اقبل بدنا تهي الله سوء الرحيم ان حريص بدن وتب علينا النقص وبد اقبل مركيليهين wax dambiyay sameeyeen yaani ma jiro ilaahi subhanahu wa ta'ala oo hadda aayadahan inoogu soo sheegay laakiin waxa weeye waa ziyadatu tarqi inda allah maxay qofku markuu ilaahi u toobad keeno hatta asagoon dambi galin haduu ilaahi u toobad keeno darajadiisa ku siyaadaysa haduu san hatta dambi lahayn dambi haduu san lahayn darajadiisa ku siyaadaysa innaka adigu anta tawwabu allah toobad aqbalid badan tahay allah soo arxiim in xariis badan ducadii wali wadaana waxay leeyihiin rabbana ya rabbana rabbigeeniyo وابعث إله صوصر فيهم ذرية دحدودة تتكن ذرية عرورتين دحدودة أهل كم دقن ماشا رسولا إله رسول كسوى دحساح رسول كاسوى منهم أيها كم ده إله كسوى دحساح دعادة النبي الله إبراهيم إله أكد عيي أو إير رسول وحان إله كاد البندد كان إنا كسوى دحسارته إله أكأقبالي رسول كاسن إله أكدقي نبي أن محمد صلوات الله وأزكى تسلماته عليه أي النقضي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث في سكويري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى
waxaan aniga ku dhashay oo nahay ducadii aabbahay Ibraahim. Maxaa yeelay nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku abtirsanaayey nabiyullaahi Ibraahim ayaa abtirkigiisa uu gelayay. Marka wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, ana dacwatu abii Ibraahim wa bushraa ciisa, bishaaradii nabi ciisana waan ahay, ducadii aabbahay Ibraahimna waan ahay, ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka rasuulkaas waxaa loola jeedaa nabigana calayhi salaatu wasalaam, rasuulkaasoo minhum iyaga ka mid ah, rasuulkaasoo shaqooyinka uu qabanayo ilaahay subxaanahu watacaala inoo tilmaami, rasuulkaasoo yatluu akhriya calayhim dadka dushooda aayaatika aayadihaagii ku dul akhriya, wayucallimuhum lkitaaba kitaabkana bara, oo kitaabka aada soo dejisay dadka bara, walxikmata xikmaddana bara. Xikmaddaas tafaasiir badanaa ku jira, in loola jeedo xikmadda yacni maa yustanbadu min alkitaab, waa alaxkaam almustanbada min alkitaab in loola jeedo, waa xugunka kitaabka lagala dhex baxayo in xikmadda loola jeedo. Waxaa kaloo lagu fasiraa xikmaddan in loola jeedo sunnada iyo axaadiista nabigeena salallahu wasalam wabaraka caleyh, iyadana waa lagu fasiraa. Labada tafsiir ba way toosan yihiin. Wayucallimuhum rasuulku bara alkitaaba kitaabka, walxikmata xikmaddana bara. Xikmadda waa wixii kitaabka lagala soo dhex baxay deh, oo axkaamu lmustafaada min alkitaab, ama waa axaadiistii iyo sunnadii nabiga salallahu caleyh wasalam. Walxikmata xikmaddana bara, wayusakiihim dadka dahira, oo akhlaaqda xuxun iyo dhaqamada foosha xun iyo kufriga iyo munaafiqnimada iyo shirkiga waxaasba ka nadiifiya, ilaahu rasuulkaas kasoo dhex saar. Maxaa yeelay innaka anta waxaa tahay adugu alcasiizu, alla qaaliba tahay oo xugunkiisa aan la hor istaagi karin wuxuu xukumo, ama alcasiiz bimacna shariif dheh ama bimacna alqaalib dheh, labada macno way ku timaadaa casiiz. Allahaasu alxakiimu haddana xikmad badan. Allah subxaanahu wa tacaala aclamu wa jalla.